السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة أسواق جزيرة للمواشي على اليوتيوب. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. اليوم يا شباب 21 حزيران 2023، اليوم الأربعاء، احنا في مزاد البقرة جنوب محافظة الحسكة. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. حيا الله كل المتابعين أينما وجدوا، ما شاء الله تبارك الله. حركة السوق يا شباب للحم للضحايا شقالة زينة، وللخروف الخشن والوسط، خروف الوسط والخشن، اي نعم ما شاء الله تبارك الله. انعج الرغوث النظيفة حيل تمشي، يعني الوراء خروف تكون امورها تمام وخشنة وزينة جات تمشي. اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا هذا الفحل البرازي او الفحل التركي مثل ما يسمونه، ما شاء الله عليه فحل طيب. اللهم صل على النبي، ما شاء الله عليه، طالب بي 8 مليون، ما اعرف 7.5 قال لي والله، بس ما اعرف بين 8 و7 ملايين. اللهم صل على سيدنا محمد. فحل حلو يا شباب ما شاء الله تبارك الله. هذا زاد بيلو ناس رقيبه وبيلو ناس مثل ما البعض يرقب للحرش يعني. اي نعم، فحل برازي تركي ما شاء الله عليه، سنو قحم. الصلاه على سيدنا محمد. شنو هذا ابراهيم؟ ايش طالبين عليه ابراهيم؟ ايش طالب عليه؟ عليه 8 مليون. ما شاء الله تبارك الله. شنو سنه ابراهيم؟ والله اول سنه قحم. اول سنه قحم، الصلاه على النبي. هذا شو يسمونه، برازي شنو، تركي شنو؟ برازيل. وكفاله يحني؟ ما شاء الله تبارك الله. ايوه شجاي التوم، ها شجاي التوم، شجاي التوم ايوه، منه خارف من ربي صاحبه. اي صح ما شاء الله عليه، يعني كان فحل بدوابه مالته. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، فحل طيب يا شباب ما شاء الله. مطلوب بي 8 ملايين اللي يريد يحاشينا، موجود رقمنا اسفل الفيديو بوصف الفيديو يا شباب ما شاء الله تبارك الله. الصلاه على سيدنا محمد تبارك الله ما شاء الله. مزاد على نعجة يا شباب ما شاء الله تبارك الله. نعجة رباعية وراها خروف ما شاء الله تبارك الله، صارت 1,700,000. اللهم صل على النبي ونعم، مليون وسبعمائة ألف سوري يا شباب. اللهم صل على سيدنا محمد. نعجة وراها خروف ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي. مليون وسبعمائة ألف غزال، والله على رأس خروف. مليون وسبعمائة، ثلاث ربع يابا، ثلاث ربع مليون، فصلها 1,800,000 يا شباب، يعني 200 دولار على الضبط. تبيعها 205 دولارات. يلا ابو جلال، ابو جلال ما حد يفعل ينزل جلبه. ابو جلال نجوات ما شاء الله تبارك الله. يابا هاتي صارت 1,700,000 ويريدها 1,800,000 يا شباب. العجل رباعيه وراها خارف الزين. الصلاه على النبي. انباعت يا شباب 1,800,000. اللهم صل على النبي، يعني 200 دولار تقريبا، 200 دولار. الله يرزقك يا ابو حميد ما شاء الله تبارك الله. وراها خروف، شنو سنه احمد؟ رباعيه؟ ثلاث بطون يعني ولا اكثر؟ يلا ابو يلا، اكثر من ثلاث بطون ما شاء الله تبارك الله. وهي وصلنا يا شباب لسوق الطيور في سوق البقره ما شاء الله تبارك الله. نتعرف على وضع السوق وبعض اسعار الدجاج واسعار البيض واسعار ما شاء الله تبارك الله. بيش هذا ابو احمد؟ اديك هذا 100,000. والمويه؟ والمويه على فرقه صارت 35. 35 طيب. الدجاجه هاي؟ الدجاجه هاي 26,000. وديش؟ 31. هاي 25. هاي صارن يعني؟ إيه؟ ما شاء الله. بي سوم ابو احمد؟ وهذا الديش صار 30. 30 الدجاج عليه سوم؟ هذا 75 صار 25. إيه يعني 75 3. اي نعم. هذا النا؟ هذا صار 20 20. وهذا المقروط الم 15 ابو الممروط. ايه وهذا الحرشاوي وينه؟ الحرشاوي صار 50,000. هذا الحرشاوي حق ملايين الدولارات والله. على راسي والله. شلونك حرشاوي؟ عمي حرشاوي كانه السوق زين، السوق الدجاج السوق مشتهر ما شاء الله. لا لا يعني بيسوم دائما احسن من سوق الغنم. الحبايب رجعنا على وضع هنا من الحصاد ان شاء الله، كثر اعراض ان شاء الله. حرشاوي هاي وين صار هذا؟ هذا صار 40,000 الجوز. إيه؟ ما شاء الله تبارك الله. عندك الحبشيات، الحبشيات الحبشيات تباع
72000 اميات هذا مو؟ اميات 72000 الجوز. وين ابو حسين هذا نفروخ العلو؟ صار 60000 يابا. شنو 60؟ 4؟ ايه ما شاء الله. يعني 15 15 15 15. وهي امن ولا امن؟ هي امن. هو امن؟ هن امن. ايش قد؟ 125. هي هن امن. بسرعه البنزين. ابو حاتم الغالي شلونك؟ اخبارك؟ شلون السوق اليوم؟ والله زين. زين السوق. هذا وين صار الديشان؟ صار 25. 25 صار الديش. طيب هذين هالصيصان الصغار هاي؟ والله ما صار كل شيء لسه عندنا. هاي ورا مهن؟ ايه. ايوه. كم واحد؟ 4 6 6 امايا و6 صيصان. ايش طالب عليها ابو حاتم؟ طالب فيها 80 وما صارت. 80000 وما صارت بشيء. هذا انه؟ هذا صار 50000. الجوز؟ ايه ما انباع. الديش والدجاج ب 50000. ايوه. هذا بيش هذا؟ هذا راح انا ب 50000 يعني. اينه؟ ثلاثة؟ ايه. 53. ما شاء الله تبارك. 35000 يا امي يا شباب. وهذا ديش هذا؟ ما صار كل شيء توجه. لا العلي ابو ايناس ما شاء الله تبارك الله. شلونك ابو ايناس؟ شلونك؟ الله يعافيك حياك الله. شلون السوق اليوم؟ والله ماشي حارس يمه. شنو هذا الوضع عن؟ هذا اللي قراجير. ايوه. قريب من مليون مليون ما صار. مليون مليون 17 قرقونه مليون مليون ما صار نمشي. ما شاء الله تبارك الله. نشوف شنو عندك ابو ايناس؟ الغنم هاي؟ الغنم هاي اللي مليون و400 على بعضها. مليون و400 مليون و400 على بعضها. وهذا صار مليون و200 اريد مليون و400. هذا مليون و200 تريد مليون و400. خروف لحم ما شاء الله. هاي مليون و300. مليون؟ اريده. تريد مليون ما صارت بشيء. تريد مليون 300. مليون 300. نعم هذا 580 صارت. ايش قد؟ 580. فطايم. فطايم في الواد. 580. الطلب 700 وصار 580. 580 صار. هذا 580 صار. ما شاء الله تبارك. مليون و 275. مليون و 275 هالعجة هاي. من عدد ذا. ايه تمام. اه الخروف ايه هذا الورق؟ الخروف هذا دوري دوري سمعت شباب ساعة. هسه شفته. وهذا ابو ايناس الشبش؟ الشبش ابو ايناس؟ ايوه الشبش. الشبش 3.5 3.5 تريده. هذا وين صار خرب جبال؟ هذا الشبش حمداني ولا؟ هذا حمداني ابو جمال؟ حمداني هذا اصلا. يعني مو معيشي هذا؟ لا لا مو معيشي. ما شاء الله عليه شبش حمداني يا شباب اللهم صل على النبي. حلو ما شاء الله. شوف يثق يا اخي. يثق مو ضايق يقول السر. يدور الحناء ها؟ ايوه ما شاء الله تبارك الله. والله هذا كنا نطلب على مثل ما قال من الله إيه؟ خمس ملايين بس. خمس ملايين؟ هذا يصير ضحيه. ايه ايه وفحل هم فحل زاد ما شاء الله تبارك. ها؟ بيناس ترقب له فحل يعني. بيناس ترقب له فحل. محمد العلي دول جاي. هاي ام التوم يسمونه ب 15 من 20. فطايم خرفان. خروف وفطيم. خروف وفطيم اندفع فيها كبيره ترى. ايه كبيره العجم. خروف طيب ما شاء الله. ايه مليون و500 ويريد مليون. فطيمه؟ بيش تريد ابو جمال؟ بيش تريد؟ اريد مليونين. مليونين والدفع مليون ونص. والدفع مليون ونص تو جابها رايها. كان السوق مو زياده. السوق مرتخي بلا معنى. اي والله. هاي العنز هاي ابو جمال؟ العنز صار 900 وريده مليون. 900 وتريده مليون. مليون مقربت وهاي صار 900 وتريده مليون. وهاي 900 تريده مليون. هاي ما صارت رجال نشتريها. ايوه. هاي صارت المليون 350 لحم. مليون و350 لحم. لحم. ايه. بس العنز ابو جمال لازم تكون سنه كامله. عمرها كضحية. اي عارف عارف. هاي اكبر مني. اي والله. اي والله. صارت مليون. وهاي صارت مليون. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. هاي صارت مليون على عمي حسن. ونعم والله. على ابو ياسر. ونعم ابو ياسر. ونعم والله. الغنم هاي ابو جمال ايها. ما سامح.